ليه صور للناس في الشارع ان لجنة التعليم والاتصالات في مجلس الشيوخ ضد تطوير منظومة التعليم في مصر؟ برحب بحضرتك بداية وبشكرك على الدعوة الكريمة. حضرتك قلت لي تصور في الشارع ان احنا رفضنا القانون. هو احنا ما رفضناش الفكرة بتاع تطوير التعليم، بالعكس، يعني احنا اللجنة قائمة على زي رغبتنا زي رغبة كل المصريين ان احنا يحصل تطوير في التعليم. وهنا عايزين بس نذكر حاجة بداية كلامنا، ان هل بيحصل تطوير في التعليم؟ لا، بيحصل تطوير في التعليم. هل الوزارة بتحقق نتائج؟ بتحقق نتائج. هل احنا ما بنثمنش جهود الوزارة ورغبتها وخطواتها نحو تطوير التعليم؟ بيحصل. ويمكن احنا كمان ذكرنا في الموضوع ده ان احنا زي كل المصريين يعني في رضا تام عن التطوير اللي بيحصل في المراحل الاولى من التعليم، اللي هي المرحله من اول رياض الاطفال لحد ثالثه ابتدائي. انما القانون اللي وصلنا هو ما كانش قانون خاص بالتطوير التعليمي، هو كان خاص بتعديلات محدده خاصه بالثانويه العامه بالتحديد. احنا درسنا الموضوع في داخل اللجنه، في وبرضو عايزه يعني اشير بالذكر ان اللجنه عندنا فيها قامات كبيره ليها خبرات طويله في التعليم، بالتعليم من قبل الجامعي والجامعي كمان. وده طبعا خلانا ان احنا لما درسنا الموضوع ودرسنا القانون درسناه بشكل يعني كامل متكامل 360 درجه زي ما بيتقال. القانون اللي وصل لينا للجنه، لا هو القانون ده احنا لقينا ان هو لا يتناسب مع ظروفنا ولا يتناسب مع تجاربنا السابقه ولا يتناسب مع يعني مش هو ده اللي هيحقق المرجو منه. بالعكس، احنا عايزين التطوير يطلع تدريجيا ويبقى قائم. يعني احنا القانون اللي جانا كان بيختص بس آلية التقييم، وزي برضو لا يخفى على حد ان التعليم مش آلية تقييم فقط. التعليم ده عايزين نطوره، يبقى نطور المدرس ونطور المنهج وندور الطالب من الاول، نعده ازاي يدرس وازاي يمتحن بالطريقه دي، ونطور الابنيه وحاجات كتير جدا علشان اقدر ان انا اغير. لكن ان انا امسك فرع واحد بس، وكمان كان احنا عندنا تجارب سابقه، احنا ليه نرجع نخش في نفس التجارب السابقه ونتعرض لنفس الاخفاقات والتحديات؟ ولهذا احنا طب انا برضو عشان اكون واضح مع حضرتك، ايه السبب المباشر اللي دفع لجنه التعليم وهي كان لها روح نوادره؟ احنا كلنا اتفاجئنا بحاله الرفض اللي تمت من اعضاء مجلس الشيوخ، من تحديدا من لجنه التعليم، وكانت مفاجاه ان مجلس الشيوخ اللي روج ليه خلال الفتره الاخيره انه مش هيبقى ليه صلاحيات قويه وان هو مش هيبقى موجود على الساحه، بمفاجأة بدور قوي موقف حاسم في قضية بتهم الطالب بشكل مباشر. يعني أنا طرحت على تقرير اللجنة وهي يعني ذهبت بشكل مباشر على ما يتحمله المواطن المصري من تكاليف، وإن الصورة الذهنية السلبية المكونة عن الثانوية العامة إنها كانت سنة واحدة هنحولها إلى ثلاثة، وبالتالي تكلفة اجتماعية وتكلفة مالية. هل ده السبب المباشر؟ طبعا هو المفروض ان دي كانت مفاجاه، اعتبر مفاجاه، انا شايفاها مفاجاه صار مش مفاجاه. يعني يكون ان المجلس الشيوخ يكون ليه دور ايجابي وان هو يدرس الشيء اللي جاي له باستفاضه وبتفاصيل، وان هو كمان يحط قدام نص بعينه مصلحه المواطن، دي حاجه تحسب اليه. يعني انا كنت شايفاها ان دي من احد الحاجات بدايه عوامل النجاح، ان انا درست الحاجه وقفت مع مصلحه المواطن، ويعني ما خدتش الموضوع زي ما بيتقال كده من فوق الوش، لا انا اولا استفدت من التجارب السابقه، واي نجاح لازم يكون مبني على تجارب سابقه. انا مش كل مره هقع في نفس المشكله وهعرض الناس لنفس المشكله. الثانويه العامه دي حاجه اساسيه في بيت كل واحد مصري، صحيح، في بيت كل مصري الثانويه العامه دي حاجه اساسيه وبيتصرف عليها كتير جدا، وبالنسبه لاي اي اب واي ام الثانويه العامه دي مصير ومستقبل، فطبعا كان لازم يتاخد بالجديه اللي اتاخد بيه.